السلام عليكم. نعم سيدي، كي دايرين؟ هاني، نتمنى تكونوا بخير. نعم سيدي، واللي عنده شي كرب الله يفرج عليه، واللي عنده شي هم الله يفرج عليه ويسعده، واللي عنده شي واحد مشدود الله يطلق سراحه في هذا العواشر وهذا العيد المبارك سعيد. واش نقول لكم الخوت، عندي بزاف ما يتقال، كاين بزاف المشاكل. المشاكل الاولى هو راكم عارفين الفقر جاي، والفقر كاين، ولا الفقر حتى في اوروبا، فلا داعي يا ولد عمي اتحرق وتاكلك لا نشوفه، ولا تاكلك هذيك تاديك حوريه البحر حوريه البحر تبوسك ماشي تاكل. فلا داعي يا ولد عمي باش تعطي 6 مليون كونطرا وتجي لاوروبا، راه حنا غنجمعو شراوتنا وندخلو عندكم. حق مولانا انا راه عندي شي سراول وشي كراس ناشرهم، غادي غينشفو تلقاوني في الحدود ديال طنجه. ما بقى ما يدار هنا، نقولها لكم الخوت، هنا راه بنادم ولا كيخلص على القهوه ويشوفك شوفه ناقصه، بحال كيبغي يعطيك صاليه وما كيقدش. ولهذا الاخوان المحسنين والمحسنات والاعزاء والعزيزات، اوروبا الله يرحمها، اوروبا مازال ان شاء الله غيحرقوا عندنا وحنا نصاوبوا لهم الوراق في المغرب. عقل، حق مولانا تتولي الجماعه ديال حد السوالم تما، هي لا بريفيكتور ديال شومبيري ولا لا بريفيكتور ديال ليون النواحي، تما جيت حد السوالم ولي الكاوري يما شهاب نخدم يما في البني ويطلع الياجور على الغديد اللي دوزو عليا الكوار والنصارى واليهود والكفار بالله. فلي كنقول الكفار تحية لكم، عندنا الكفار، أيها الكفار راكم دوزتوا علينا العذاب ودوزتوا عليك العذاب ودوزتوا على المغاربة وعلى جدودنا بكري، ياك احتليتونا ومن بعد ملي جينا عندكم احنا احتليناكم، ولكن نتوما احتليتونا بالوراق، احتليتونا. بنادم ما كتعطيوه الوراق تتشحفوه، بنادم ما تعطيوه لا حقوقه تتشحفوه، قالك بلاد ديمقراطية بلاد الزمر. حق مولانا ما كاين بحال المغرب، كتاكلها باردة وتاكل بخير، المهم كتخطف من هنا تخطف من هنا كذا، وطيطة كتصوب جميلة تعيط على مرتك تبوس لي على راسها، انتما بخير. هنا المرأة تبوس لي على راسها تقول لك فيولونس كونجيكال، سافو دير فيولونس كونجيكال هو ان العنف الزوجي نعم سيدي او اغتصاب جماعي، هادشي اللي كيترجموه هما. الا درتي فيولونس كونجيكال وترجمتي راه كتخلع، راه تقدر تمشي حتى لعشر سنين ديال الحبس. انا النهار الاول قالوا لي فيولونس كونجيكال، حق مولانا لا خرج راه بغى يخرج كاع عقلي، كنقول لهم انا ملي كنترجمها كتعطيني اغتصاب جماعي بالفرنساوية. ويوا دخلوني وبداو يحكموا عليا 40 قاضي، تقول انا قاتل، انا اللي قتلت كينيدي في ميريكان. سمعتوني الخوت، وهذا الشيء كامل سبابه المراه، ياك. ودابا المراه في المغرب كتبوس ليها على راسها وتجيب ليها سميتو كيلو د مقيشة كيلو البصله كيلو بطاطا وتجيب ليها دلاعه، حق مولانا لا تبات الليل كله هي تبوسك، تبات الليل كله هي تدعي معاك. سير انا بغيتك الربح، سير فين ما مشيتي حطيتي يدك الله يسهل عليك، سير فين ما حطيتي رجلك ربي يدير لك فيها الخير، سير الله ينور طريقك، سير من هنا. هنا المراه راك شاري ليها بارفان وشاري ليها حوايج لا مارك وصباط، وملي كتدخل في الليل كتقول لك نور جيب لك شايبه. ودابا المشكله تا داك الناس في المغرب واحد القضيه، الا نتوما ما نقول لكم في المغرب ما تبقاوش تصوروا الماكله، ما تبقاوش تصوروا الماكله. عباد الله انا بغيت نعرف واش عندكم الوقت تصوروا الماكله. انا ملي كتحط الماكله كنسى بانني شاري تليفون، كنسى بانني عندي تليفون، ما تبقاوش تصوروا الماكله. عرفتوا علاش؟ حيت حنا هنا في اوروبا غنولوا نشوفوا الماكله نتهاوشوا، راه بدا الفقر. تحية لكم اللي كتقليو بطاطا وتقليو فريت وتقليو لانشوبة وتقليو السرديل. هنا راه ما كاين لا سرديل لا لانشوبة لا فريت لا والو، راه بقاو على السراول وبقاو على الشهبات والشوالط وبقى دوليبران. دوليبران الوقت اللي تمرض يعطوك ثلاثة ديال بواطات ديال دوليبران، يقول لك كل ساعة اشرب جوج، كل ساعتين شرب جوج. اليوم عطاوني ثلاثة البواطات ديال دوليبران فابور، شكرا لك عمتي فرنسا، شكرا. شحال من عام وانا معذب، قاتلني البرد وجاي من بلادي ومغرب على قبل ثلاثة البواطات ديال دوليبران، حتى ما بقى ما يدار. اوروبا الله يرحمها، هما ولاد عمنا موسى ولاد عمنا عيسى، هاد الشهبين غيحرقوا عندنا. حياك الله، تا غتلقى ان شاء الله الشهبة خدامة كتجير ان شاء الله، كتجير في القبه ديال سيد العيدي اللي كاينه في النواحي الاسفي.
ما بقى ما يدار. والقاوريه دابا واحد الوقت كنتي عاد تشوف في القاوريه كتدفل عليك، دابا كتشوف في القاوريه كتبتسم لك خاطر كاع تدفل عليها وتجي عندك. صافي الوقت تزيرت، تزيرت اوديها والله الوقت تزيرت. حنا جايين للمغرب، وجدوا الباطو، وجدوا لينا الباطو، ويحيى المغرب، وعاشت الرايه المغربيه حره، وعاشت الرايه الحمراء اللي فيها نجمه خضراء اماسيد. ما بقى ما يدار، لا باقيش تصوروا الاطباق ديال الماكله في الانستغرام وفي اليوتيوب. راه اوروبا مشات، راه حنا جعنا ولينا كنشوفوا الماكله، راه غير الله يستر وصافي، لا ما تهاوش فينا شي واحد. واللحم، اللحم بلدي لك هضربوه تما، اللحم بلدي والتور واه عالف الدراق هنا، راك عالف، راه بحال عالف الدواء ديال منع الحمل. راه ملي كتاكل اللحم كتلقاه باسل وعينيك كيدلاو، الغد ليه كتصبح تفكر شي افكار جهنميه. ها الله يستر، حنا جايين وجدوا لينا الباطو. تحيه لكم. عندك قناة يوتيوب وبغيتي تحقق شروط تحقيق الدخل بطريقة آمنة وشرعية؟ كون يوتيوب كتقدم لك 4000 ساعة و1000 مشترك باش تفعل خاصية الدخل في القناة وخدمات أخرى كثيرة. زيادة المشاهدات، زيادة الإعجابات، متابعي لصفحاتك على الفيسبوك والإنستغرام، وخدمات عديدة بجودة عالية وأثمنة جد مناسبة. شنو كتسنى؟ تواصل معنا دابا عبر الواتساب